خد خد استوري نفسك، خد خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا، هو انت كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انت لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انت في بيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقول لك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرجك يا قاريه،